من أسرار الله تعالى والتي خص بها المغرب وأولياءه وخص بها حتى مؤلفاتهم رضوان الله عليهم، ما خص به مؤلفات الإمام الشيخ الكبير أبي العباس مولانا أحمد بن عجيبة الحسني المغربي المتوفى سنة 24 و200 للهجرة، وخاصة ما حدث لكتابه العظيم إيقاظ الهمم في شرح الحكم، وهو في هذا الكتاب يشرح حكم ابن عطاء الله السكندري الولي الشاذلي الكبير، وهذه الحكم قد انتشرت في الأرض وشرحها العشرات من العلماء والأولياء والشيوخ، لكن الله تعالى كتب الانتشار الواسع لشرح حكم ابن عطاء الله والذي ألفه الإمام أبو العباس مولانا أحمد بن عجيبة الحسني، وهذا الكتاب رغم بساطة لفظه فإنه له تأثير عجيب على المستمع الذي يريد أن يفهم ما أراده صاحب الحكم قدس الله سره، فكان له القبول وكان له الانتشار، وكان ذلك سرا من أسرار الله تعالى التي خص بها أهل المغرب. أسرار الفتح على هذا العارف بالله الكبير واضحة وكافية فيه، أساس فتحه رباني في كل ما خلف رضي الله عنه وفي كل ما كتب، يملأ بقلبه وسره وروحه قلب القارئ وروحه، لأن مادته التي استقى منها فكره فوق كل مادة يستقي منها سواد المفكرين والعلماء آراءهم ومثلهم، بل هو ينهل من منبع النبوة المتصل سنده في الأحوال والأفعال والأقوال بنبي الرحمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متسلسلا عن أقطاب التربية الأكابر رضي الله عنهم وأرضاهم من أولياء هذه الأمة وكبار رجالها قدست أسرارهم. في محيط أصبح فيه التصوف عادة لا التصوف نفسه، ورجع في كتبه ورجالاته ممن تشبه بالقوم وليس منهم، كأنه تقاليد وتراث شعبي متناقض، لا فكر واحد يمثل الإحسان في حقيقته، يجدد مولانا أحمد بن عجيبة الحسني رضي الله عنه هذا الفكر تجديدا، ينقي عمل الأدعياء ويبطل تقاليد المتشبهين بالقوم وليسوا منهم، ويعطي للأمة نتاج التصوف الحق السمح الميسر الذي فيه سعادة الدارين للإنسان. إيقاظ الهمم في شرح الحكم، كتب الله له القبول بهذا السر، كتب في هذا الشرح العشرات من العارفين والعلماء والأولياء، لكن الله تعالى جعل هذا الشرح شرح مولانا أحمد بن عجيبة رضي الله عنه مفتاحا لمغالق لا تدرك إلا ذوقا، فكانت عبارته الأقرب إلى القلوب: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
أحمد بن عجيبة الحسني الشريف الحسني هو أحد تلامذة سيدي البوزيدي. سيدي البوزيدي تلميذ مولاي العربي الدرقاوي، كان عالما فقيها من علماء تطوان. ثم لما التقى بوزيدي فتح علم أن لدى هذا الرجل علما هو غير علم الظاهر أو العلم الشرعي، فلقنه الاسم الأعظم. ثم زار مولاي العربي الدرقاوي الذي كان آنذاك من الأبدال ومن مشاهير علماء التصوف، وفتح الله على يديه فتحا مبينا، ولكن ارتبط بسيدي البوزيدي ولقناه إلى آخره. وقد فتح الله عز وجل بأجيبة فتحا مبينا في جميع مؤلفاته، كلها بركة والحمد لله وتدل على الخير، وفيه إشارات مهمة، وعنده شرح الجرمية بالإشارة ولم يقم بالإشارة، وعنده تفسير للقرآن الكريم وكتب أخرى، وعنده كتاب بيان أعمال النية، وهو من الكتب المهمة، إنما لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن أعظم ما خلف مولانا أحمد بن عجيبة الحسني قدس الله سره، وهو سر من أسرار الله تعالى، تفسيره العظيم البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. وفي هذا التفسير من البيان كأنه تنزيل من التنزيل، أو قبس من نور الذكر الحكيم، في نسق هادئ هدوء اليقين، مبين بيان الحكمة، خالص خلوص السر، واقع في النفس المؤمنة وقوع الآيات فيها. يقول حفيده من جهة الأم شيخنا الإمام الحافظ المحدث أبو الفضل مولانا عبد الله بن الصديق الحسني المتوفى سنة 93 للميلاد رضي الله عنه، في كتابه بدع التفاسير، وهو كتاب لم يسبق إليه كما يقول هو نفسه عنه: هذا كتاب ما سبقت بمثله، جم الفوائد ناضج الثمرات. يقول: من أنواع التفسير التفسير الإشاري الذي يسلكه الصوفية في تفاسيرهم، وذلك أنهم حين يتكلمون عن آية من القرآن يقرون تفسيرها اللفظي كما ذكره المفسرون، ويأخذون منها بعد ذلك معنى إشاريا يتصل بما يفيضون فيه من مقامات وأحوال ومعارف وأسرار. ولم أر فيها، يعني التفاسير الإشارية، أوضح عبارة وأقرب فهما وأحسن سياقا وأسلس عذوبة من كتاب البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لجدنا من قبل الأم الإمام العلامة الولي الكبير أبي العباس مولانا أحمد بن عجيبة الحسني رضي الله عنه، فإنه يعتبر بحق لسان الصوفية والمعبر عنهم في هذا الفن، يذكر الآية ويذكر ما فيها من وجوه الإعراب، ويتبع ذلك بذكر المعنى. ومصادره تفسير البيضاوي وتفسير ابن جزي وحاشية العارف أبي زيد مولانا عبد الرحمن الفاسي على تفسير الجلالين وما يفتح الله به عليه، ثم يذكر المعنى الإشاري بعبارة سلسة وبيان عذب، حتى يشعر القارئ أن الآية لم تنزل
إلا في هذا المعنى ولم يقصد منها سواه. وعلى درب مولانا أحمد بن عجيبة رضي الله عنه سار نجله الإمام الشيخ المربي العارف بالله مولانا الحاج عبد القادر بن عجيبة رضي الله عنه، حيث كان يدرس تفسير والده لأصحابه وتلامذته، فأشبعوا فكره وفكر والده رضي الله عنهما وفاض عليهم سرهما، ومنهم تلميذه الشاعر العارف العلامة سيدي محمد المفضل أزيات الحسني رضي الله عنه، وكذا تلميذه الثاني الإمام العلامة المفسر العارف بالله سيدي عبد الوهاب لوقش التطواني نزيل طنجة ودفينها قدس الله سره، والذي خلف تفسيرا للقرآن العظيم على نهج الإمام مولانا أحمد بن عجيبة رضي الله عنه في العبارة والإشارة، وشرحا لحكم ابن عطاء الله على سننه كذلك قدس الله سرهما ورضي عنهما. يقولون الولد سر أبيه، وهم يتحدثون عن البنوة والأبوة البيولوجية، ولكن في معناها الروحي أن الشيخ دائما ومع التلميذ لهم ارتباط وثيق، ذلك ما حصل بين الشيخ الحاج المفسر سيدي عبد الوهاب لوقاش وبين شيخه شيخ الطريقة الدرقاوية بتطوان وبقبيلة أنجرة وشمال المغرب سيدي الحاج عبد القادر بن سيدي أحمد بن عجيبة رحمه الله. كان التلميذ سيدي عبد الوهاب لوقاش مريدا لشيخه الحاج عبد القادر بن عجيبة، وأخذ عنه علم التفسير، وكان هو السارد لتفسير البحر المديد. ولما أنهى شيخه سيدي عبد القادر بن عجيبة هذه الختمات أو هذه الختمة من البحر، نظم قصيدة في ذلك لتذكر في نهاية البحر المديد. ومن هنا جاءت هذه الفكرة، فكرة تفسير القرآن الكريم لدى الشيخ عبد الوهاب لوقاش، بحيث يعتبر امتدادا لمدرسة العجيبية في التفسير، بحيث سار بنفس المنهج الذي سار عليه والد شيخه أحمد بن عجيبة، فجمع في تفسيره بين الظاهر وبين علم الباطن التفسير الإشاري. سيدي عبد الوهاب لوقاش من المهاجرين الذين فروا بدينهم وبأبنائهم وهاجروا بأموالهم إلى مدينة طنجة فرارا من النزوح أو البقاء تحت المستعمر أو المحتل الأجنبي. وبمدينة طنجة ألف هذا التفسير المسمى نصرة الإسلام في إخراج مقامات الدين من القرآن إلى أن توفي هنا. وألف في مناقب شيخه عبد القادر بن عجيبة كتابا سماه الفتوحات العجيبة في الدخول تحت ابن عجيبة. وبطبيعة الحال في هذا التفسير الذي تحدثنا عنه آنفا والمسمى نصرة الإسلام في إخراج مقامات الدين من القرآن، لا تجد جزءا إلا ويذكر فيه شيخه عبد القادر بن عجيبة ويترضى عنه ويتمنى من الله عز وجل ويرجوه أن يجعل هذا في سجل حسنات شيخه، وبطبيعة الحال كان مخلصا لشيخه دائما وأبدا. ومن جميل ما ألف مولانا أحمد بن عجيبة الحسني رضي الله عنه شرحه على المقدمة الآجرمية في النحو، شرحها شرحا إشاريا يذكر فيه عبارة المؤلف رضي الله عنه ويشرحها بمقتضى علم النحو ويتبعها بالمعنى الإشاري، وهذا ويم الله سر من أسراره في الإشارة قدس سره، حتى إن القارئ ليندهش لحسن تنزيله عبارة المتن على المعاني الصوفية، ويخيل إليه أن ابن أجروم رضوان الله عليه ألف مقدمته في التصوف لا في النحو. وللإمام العارف أبي الحسن علي بن ميمون الحسني الغماري المغربي دفيني
جبل الشوف بلبنان شرح على الأجرومية بالتصوف أيضا، ذكر شيخنا أبو الفضل ولي الله تعالى العلامة المحدث مولانا عبد الله بن الصديق الحسني رضي الله عنه أنه اطلع عليه فوجده عويصا مستغلقا يتعب القارئ في فهمه. وكتب بعضهم كتبا في الإشارة كما فعل أحدهم مع منظومة ابن عاشر في الفقه المالكي، لكن يظهر البون الشاسع بينما كتب مولانا أحمد بن عجيبة قدس الله سره وبينما دونوهم، إذ ليست النائحة المأجورة كالثكلى ولا الحاكي مثل الذائق. وهذا سر من أسرار الله تعالى في هذا الإمام الذي أوضح السر الخفي في كتابات إمام آخر، هو من أسرار الله في هذا البلد الأمين، إذ لا يعرف علم النحو في اللغات اللاتينية إلا مرتبطا باسمه رضي الله عنه، ابن أجروم، ابن أجروم، جرامير، جرامار، جراماتيكو إلى آخره. وكتابه هذا انتشر في كل بقاع المسلمين ودرس النحو به في كل الأقطار. كثيرة هي كتب الدرس العلمي المغربي التي كتب لها الانتشار الواسع والخلود المستمر، ولا أدل على ذلك من كتاب الأجرومية في علم النحو. هذا الكتاب الذي وصف بأنه مفتاح علم اللسان ومصباح غيب البيان، ألفه الإمام الكبير الإمام الصالح الفقيه البركة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن أجروم. وأجروم هذه نسبة إلى أحد أجداده والتي تعني الفقير الصوفي. كتب لهذا الكتاب الانتشار فقد شرق وغرب، وقد كان كما يقول عن الأستاذ الكبير المرحوم محمد المنوني بأنه كان أساس ولا يزال أساس الدراسات اللغوية، وقد شرح بكثير من الشروحات وترجم إلى كثير من اللغات، بل قد شرح شرحا صوفيا إشاريا فقد تفنن فيه العلماء الكبار، وكان على رأس من شرحه هذا الشرح الإشاري الصوفي الإمام الفقيه علي بن ميمون الغماري رحمة الله عليه، وكذلك شرح الإمام الكبير العارف الشهير أبي العباس أحمد بن عجيبة رضي الله عنه وأرضاه في كتابه المسمى بالفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية. نريد نموذجا مما قاله إمامنا الكبير سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال في باب الفاعل: الفاعل هو الاسم المرفوع الشأن العظيم القدر، المذكور قبله فعله عند الغافلين، والمذكور بعده فعله عند الذاكرين، والمذكور قبله فعله عند الطالبين أو السالكين، والمذكور بعده فعله عند الواصلين، وهو ظاهر عند العارفين وباطن عند الغافلين. أسرار أهل الله وقد انغمسوا في نور الله بعد أن تجردوا من أجسادهم وخلعوا الدنيا مرتين، مات بعضها فيها وبعضها حين خلصت أرواحهم إلى باريها، كما تخلص الجواهر صافية متلألئة. هذه الأسرار هي التي أبانت عن حقيقة معدنهم وتربتهم التي منها كانوا، وهي أرض المغرب، مغرب الأسرار، مغرب الولاية والحقائق. أهل المحبة حين طاب شرابهم باعوا النفوس لحبهم وارتاحوا، ركبوا على سفن الوفا ودموعهم بحر
وشدة شوقهم ملاح، والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. لا يطربون لغير ذكر حبيبهم أبدا، فكل زمانهم أفراحوا فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح.